مرحبا بك شيخ، شيخ ابراهيم تفضل معنا، اروح ترتاح شيخ. رحيل عميد الأغنية البدوية الشيخ إبراهيم تخمرتي بعد صراع مع المرض. إن لله وإن إليه راجعون. رحل ليلة الخميس عميد الأغنية البدوية الشيخ إبراهيم تخمرتي بمستشفى شطيب بوهران غرب الجزائر بعد سنوات من العطاء في مجال الفن والشعر الملحون. الشيخ إبراهيم تخمرتي كان قد نقل إلى مستشفى إيستو بوهران في حالة حرجة ليحول إلى مستشفى شطيب بعد تأزم وضعيته الصحية. وينحدر الفنان والشاعر الشيخ إبراهيم تخمرتي من مدينة تخمرت بولاية تيرت، ويعتبر من أشهر مغنيي الفن البدوي في الجزائر، وقدم الكثير من الأشعار والأغاني البدوية التي تحاكي المشاكل الاجتماعية، وحيا الكثير من الأعراس والأفراح الجزائرية خصوصا في الغرب الجزائري. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. مرحبا بك شيخ. الله يسلمك. والله يربحنا منكم والله يربحكم منا. آمين يا رب العالمين. آمين شيخ. حيالي عند النية. اللي عندها النية يربح. ونطيك معنى على النية وشتغل في تسيمانة. قولي شيخ. في تسيمانة جاو الحجاج من مكة. واحد جا غاني من الحج رايح إلى واحدين بيقول لهم بارك بصح وما مش رايحين بخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخاطر الشعب. رايحين منين هو غاني. منين قربوا لدارة صبوا قيطون. القيطون ماهوش تاعه، تاع واحد خارج من الحبس. منين طلوا ما يعرفوش غير يسمعوا به. طلوا بالقيطون صابوا داير شاشيه بيضاء وعبايه، حسبوه هو اللي جاي من مكه. قالوا له بالبركه عليه، قال لهم الله يسلمكم. قالوا له ديك الرحبه اللي قلت فيها له لا يحرم منها مؤمن. يا هيا هربوا. عرفت انا يا باللي كان عندهم النيه يروحوا عندك اللي يجي ما عند راسه. الله يربحنا من بعضنا. امين امين شيخ. بان شعر والشعب يخبرنا، نقولوا الشعب انت خبرنا. احنا انا لقوني الغاشي في الزنقه، واحد يقول يطلب لي ربي يا شيخ ابراهيم راي ولدي في الحبس، واحد يقول يطلب لي ربي راني مريض، واحد يقول لي يطلب لي ربي خونوا لي نجي وقصايا على هذا الصوالح نجي بديك نحو العميه باه يقروا هذا البزاوز. نهار اللي علاش جبتها كون ما تكونش حاجه انا ما نجيبش قصيده. تقول فيها شيخ؟ قولي شنو تقول فيها؟ ديك نحو العميه. نحو العميه قولي شيخ. نحو العميه مات شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء. شكون؟ شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء. الله يرحمه. داروه في جامع وداروه فوق الاعلام تاع الجزائر، وقعدوا الرياص يجونا يعزونا في شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء والله يرحم كاع الموتى ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يوروك يجي للجزائر وحط ديك الحجر الاساسي ودار السيما. يوروك يروح المستغاليم كي يروح الوهران وحط هذيك الحجر الاساسي ودار السيما. وحل واحد الشرميط هاك تحتها كتبه يصفقوا وما تشوفوا ايه. وما قالت لي ماسو شاد اللي كان يخدم ماسو. قلت لها لا هذاك راه يصودي الرحمه ما يديروا فيها بلديه. جبت هذه القصيده على نحو العميه. تقول فيها شيخ؟ قولي. قول صنتوا لي هذو الحضار ونعيدكم دول الاخبار. راهم يقروا في الاخبار داروا قالوا نحو العميه. نحو الاميه هذه اسمها نحو الاميه. قالوا لي جيبوا بويك يقرا في رحبه ولدك ومن غد فاني يجيبوا امك نعلمهم العربيه. هما وبويا كبار حزينين في الدار، مرتي قعد وجهها احمر قالت لي ديهم عليا. نوط ديتهم اللي يكون وقعدت معاهم مغبون وما دارت القردون وبويا داير شاشيه. ربع شهور حفظوا لي ليف راهم يقروا كيف يقروا في المشتى والصيف وفي نحو العميه. وبويا عنده 90 وما فايته 80 قالوا نقروا ربع سنين نروحوا للثانويه. بوي يمشي محني قال لي شرطه بغب النير بداه وودني وامك هربت عليا. هذا الراي اللي داروه اللي حفروه يا مسر دموه واللي داروا وهي قصيده طويله انا قصيتها انا غنيها بالقصبه. شيخ وحنا يا شعراء الشاعر هذا لازم لا يكون ماهوش كذاب. شيخ ويكون ماهوش خاين. كاين شيخ ويكون يصلي ويكون كريم، حتى اللي ماهوش كريم يعلموه الغاشيه عرضوه. شيخ يفرشوا له يبغوه. والجزائر هذه تاعتنا زينه على زينه بزاف بزاف بزاف، فيها الغاز وفيها البترول وفيها الجوامع بزاف وفيها الوعادي وفيها الخير. والجزائر تاعتنا ضاله، احنا رانا تحت الضاله كاع ما نخافوش. جزائر ضاله. واه ضاله. جزائر ضاله والركايز تاعها
ستة. شو شو ستة اشتهم؟ الأولى العمن. العمن عاسلنا الحدود، لابوليس عاسلنا المدينة، جدرمية عاسلنا في الستر. الركيز الزوجة الفلاح، يغرس الزرودية يغرس البلاطة يغسلها ويجيبها لك للمارشي تسيبها مغسولة مع الكيل دير في المرميطة وتاكل. الركيز الثالثة الإمام، تقعد تكون عمي تروح للجامعة تصلي يخبرك على ديك حرام ديك حلال ويدخلك للجنة اللي تصنت له. الركيز الرابعة الصحافة اللي يهضروا في التلفزيون يخبرونا يقولنا لا في نية راهي باهي تكمل تخلصها ما يقعدوا لك شي مرمى. الركيز السادسة الطبيب، انت راك تخدم في مقدمتك هيا مرتك تبغي تزيد انت كاع ما تسمعش تجي لافيلاس ولا البومبيه تلفتها ديال الطبيب حتى يديروا التليفون يقول لك مرتك زيدت هي ولدها الطبيب. هي الله يحفظ لنا بلادنا والله يحفظ هذا الركيز تاع بلادنا. امين يا ربي. هنا هضروا نقول واحد الكلام باه منين يموتوا يرحموا علينا وحنايا حنا عطانا ربي ضمير باه نتمشوا باه نخم. كاين اللي الامام لو كان يهبل لي يصلي بالغش ما يصليش يروح لها ضمير. بصح عندنا ضمير باه منين نموتوا يقولوا الله يرحمه. نشوفوا لهاد الناس اللي يخلي امه ويروح نقولوا عليه قصيده باه يولي لامه. لاعطش قاعد وكنت هذا الشيخ هذه في الاسواق كاين اللي ما يعرفهمش هو اللي على بالك جماعه هادو كيخدموا. انا بقول لهم هادو سي دي بروفيسيونيل، هما لي فري بروفيسيونيل. خاطش علاه؟ اللي عايشين غير بالمهنه نتاعهم. هادو يروحوا للاسواق يغنوا في السوق وعايشين غير باش يمد لكم الغاشي. ياك السي هذه يا شيخ عايشين باه يمد لنا الغاشي و يديروا سبيكتاكل البيبليك يخلص لا بيكري. واحنا جماعه اللي نجمع نديروها جماعة انت وبوك انت وخوك انت وعمك ما تسمعش كلمه يكرهها ربي ولا رسول الله ولا كلمه طايحه. انا يا جارتي عمات على ولدها حرق لاسبانيا. شو بلادنا كي زينه، فيها الجوامع فيها الخير فيها البترول فيها الغاز فيها الوعادي في كل حاجه في بلادنا زينه. هو على لا يهرب ما يسولوش، يخدم في بلديه ما يسولوش، يخدم في شركه بالكونترا، يخدم عند ارتيزا يطيح ينقرض من قرعه. قال الدوله تلمسان يديروا لها حديده، قال بثمن الملايين، قال ما عنديش لا صراص يدو عند مرته تسمح فيه. هيا يهرب يهرب يحرق في فلوكة هذه فلوكة جي تربد 40 واحد درا زوج بتاتين مازوط كي يقلعوا. شو تشوفهم الجزائر تاعتنا دخلهم في مغنيه بالحبس، شو تشوفهم المروك دخلهم في المروك، شو تشوفهم اسبانيا دخلهم في اسبانيا شو ياكلوها البحر. هذه جارتي روح ولدها قاعد تبكي عليه تاع مات، من راح ولدها وعمات عليه ليه ما عميتش عليها انا؟ والله انت والله رايس والله وزير والله مير. نقول لقيت ضلع زوج على راسها بانيه، عاميه ودموعتها وطى الودان، عندها غير الولد راح لها لاسبانيا، عامين مرسل لها ولا بان، كيفاش تهنا والكبده قاديه؟ بغات تروح ما عرفتش المكان، يلغولها العمياء واسمها العالية، عمات من الروع عبد الرحمن، وكبروا العمى ومحاينها قاوية، الأولاد ما بقاش فيهم الأمان، شحال تعبت عليه العالية، خلاها وراء عماه الشيطان، تجبد كارته فيها كسوة بالية وتشدني بها على عبد الرحمن، للمحنة تروح ودي الأخرى جاية، وبكيها يهو ضر الجيران، تخرج في السماية مسمش الحامية، وعرقها يهوطل يزقي الأوطان، لو كان ما تعرف قبره العالية تغدى تصابحها تطب الغفران تبطل من بكا وتبطل من المراعية واللي صار يا له يحسن الأعوان. شيخ 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 رايم جواري هاد راهم يلغوا لهم. هذا هو ري اخونا مغني مشهور الغناء نسمع به كنت نحوس به نلقاه الحمد لله لقيته. الله يسلمك راه نلقاك هواري مشهور الله يخليك. هواري خونا ثاني هواري الضفاء يغني الاغاني تاع اللي فيها الشعر ثاني هواري تسمعه مع العائله تسمعه مع اخوك تسمعه مع ابوك. احنا نعرفه هو يعرف وانت تعرف بصح كاين اللي على منين ندخلوا لاسطوره يجيك مولا لاسطوره يقول كاين الشيطحه وكاين اللفت وكاين جلبان الدنيا ما تاكلش غير الماكله. عارفين باللي كاين الناس ياكلوا الماكله اللي يديرها الهواري الماكله اللي نديرها انا واحد ياكل والجمهور هذا هو انقسم. الهواري الله يحفظه ونطلبه النجاح والله يعطيه وليدات صالحين حتى يصلي موراهم. امين. هذه الكلمه اللي قلتها لك الله يعطيهم كاع ولاد صالحين. امين. قال واحد باصه ولدها راحت لها للحبس قالت لها كي راك داير؟ قال لها ما هو خاصني والو راهم لايقين بيا. قالت لها لا تخسرش معاهم راح يخرجوك لخاطرش خاين وكان يخرج يخون بصح هذا الصالح ما يخرجش. شيخ هواري هذا النوع من الغناء على بالك كاينين كيديروا الحفلات وكاع ما تشوفش باللي يلزم يلغوا لهم ثاني هادو لي شونتور تاع البدوي كيما تاع الوانسي الحفلات ديالهم الوانسي تاع جميله تاع كذا. لا الشيخ ما يلغوا لكمش الحفلات والله لا سامحين فينا من السما للارض
وانا منين ندير الحلقه الاولى نقرا الحمد لله ونطلب ربي للجزائر ونطلب ربي لهذا الدوله تاعنا خاصها الدوله تاعي بلاد هذه هي ماهيش تعمير ولا تعوالي ولا روح الوهران ما يردنش واحد روح للجزائر ما يردنش واحد نروح حروها لي الشهداء الله يرحمهم نقول واحد الكلام غير اللي يبغيه ربي وما عندنا حتى قيمه في دلغنا وفي دلبسمه وبغينا منين يعرضوا حفله شاعر غنى كيما هذا والله من الخير يجيبوا واحد معاه كيما انا والله كيما هذا يجمع معاه باه الجمهور يفرح ما وش وهما قال واحد مرته دار 3 تليفون هذه معنى عليهم قال كان في القهوه ما عندهاش 100 دور وقال له كان نحل عليها تليفون تقول لي دهم المرشيات معاك البطاطا والبصل والكسله ما عندهاش حل عليها تليفون وقال لها تحت التغطيه محسوب الشو ما كاش ودارها في جيبه عاود الصونات لا حلت دارها صاب مرته حل عليها تليفون وقال لها قلت لك تحت التغطيه عرفات راهي تمسخر درت شويه شوربه كلاتها وغسلت الماعي لمتهم وفرشت رقدت مور الحشاجة طب عليها حلت لي قال اعطيني انت عشا قالت لها حسابكم غير كافي وكان وكان ما كبرش عليها كان قال لها باللي ما عنديش يفهمونا كيف احنا ما عندناش يفهمونا تسمى الشيخ كركم تعيط لهم في الحفلات يقول لكم حسابكم غير كافي غير كافي شيخ ان شاء الله بالك من هذه ليميسيون ان شاء الله ان شاء الله وانتم احنا والله الله راضينا الوالدين انا وما احنا 7 خاوه الى انا وما وبي عندي نخدم غير الاسواق ووصلتهم لمكه حججتهم للزوج بوي ما ترى في عامين الله يرحمه وما ما زيدش عندكم حتى زرتها ما شاء الله كاين خويا داير عرس في وهران الله يرزق لها الطيب وصلت كاع العائله عندها هو وصلت تما وطيتها الزياره وجيت انا دين عندكم ربي يحفظها لك ان شاء الله شيخ ربي يحفظها لك شيخ ربي يحفظها لك شيخ ربي يحفظها لك شيخ ولا وقعد الغاشي لك تشوفيه يحش عليك امك تبغيك بزاف وبيك يبغيك بزاف وهذو اللي راهم يكرهوا والديهم على يكرهوا كيف تكبر ما يكرهوش والديهم هذو كبار مي كان في القماطه تدهنها بالزيت وديرها في حجرها تقمطه وديرها عند صدرها يرطع كي يشبع كيف تتعرفها بلي يشبع يخرج لها الحليب منه ومن تمسح لها هاك فمها بالفشكير وديرها في القنت وتلي تخبز في الكسره منين تلي تخبز في الكسره يديروا لها في القنت تقول له كان نغسل يديا نبطع عليه تمسحها هاك العجين في كسوتها وتروح ترفدها ديرها عند الزراء وتقول لها الله دخل لها ربي وذنه وتسكتها كي يكبر واللي يبغي ما ويخاف ربه دروك منين اللي هي رغي تجي ما تجي يدي الله البزول في فمها وتقول لها شوف والدي جاني مع المسلسل ديالك هيا هذا اللي قالت لها امها كيما هذا خرج طالع هيا خرج لي هذا يعطيك الصحة شفت لي فالور تاع الريف خويا شفت لي فالور تاع الريف شيخ حنا كاينه واحد القصيده قول معايا شيخ بالك انا تاني راني شيخ كادر يا شيخ قول يا شيخ قول شيخ معايا قول كان هاني ساكن برا وشياه وعنده بقرة نظل هوك قد الهضرة نظل حل الفيلة باع شياه وباع البقرة وراح تتفرج يا حواجة وكذا سكنا في الماطينة يا وكفير والكاسة ديمة يا عجبتها مرتها زينة يا صبح تشكر بالجيرة يا كسكن ثم 3 شهور يا مرقد قاعدة تدور يا سبغ ذاك الراس اصفر يا ولات وقالت لمسانة يا ناظم ضربة كل كويرة يا ظلاتا كيفاش يديرة يا غلي اهدر تغدال الميرة كاشم نادى الثعبان واني كملت المالية صمت عليه مول الكريا قال تعطيني 800 وزيد من ترحت البيبال غد واجهت اللي جيا فالخلاص طيت عليا قالوا جا من البلدية وخلص ناظر وقيا طحان يا لزاد دخل تيريفون بيني صوني يرفد شكون قال لا أنا يا ميموطة اثني خيرات العلوان صاب روحة شي مزلح في المدينة كيف نربح أنا نولي ونسلح والمرية صبح الزعفان كيف نولي برا بعت الشياه وبعت البقرة
غير بدل هذا الهضره خضيتنا يا واحد الجيعان. فاتنو راح وخلاها خمس وليدات معاها، كيسم ابوها موجاها خرجوا له والصحيبه، خرجت وجابت ورقه دار الشرع ما فيها شفقه، دخلوها على النفقه وما اسرى لها هذه العيسان، دخلاته مده عامين ما خرج حتى للعلفين، صابها سكنة مسرقين عاقدة ليها كأبيتان، كان هاني وساكن برا. علاه علاه نقولوا ذي الكلام احنا؟ علاه يا شيخ؟ احنا بلادنا تاع صالحين وتاع إيمة وتاع قرآن، كذبوا بالصالحين وكذبوا بالقرآن صرا لنا هاك، لخاطر شي الإيمة هذولا ما يصلوا بينا كان خير منكم وخير منا، دارهم ربي في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحد ما جاره إمام، قال لولده حل عليا نقرا على بويك، قال له روح الإمام، روح رانا دايرين سيدي فيه القرآن، روح قعد ساعة وجا قال له روح غسله، قال له دير لافاج، قال له ديرني غسل كامل. أقول الإمام الله يحفظه إن شاء الله. الله يسلمك، ما كاش جمهورنا الكريم قعدوا معنا ما تزفوناش، نقول لكم بعد فاصل إشاري قصير. العرب من الوقت مشينا قريب ربي حل العقدة، يا شو مصرنا في هادو السنين عشان قلوبنا وجفات الكبدة. يا شو مصرنا في هادو السنين عشان قلوبنا وجفات الكبدة، غير نبكي بيدي عالفينا ما صدش لا تزينا ليها نغدا، هامنا لا دنيا لا دينا ما تقعدش لبداد المصيبة، ربي تسلق قرن العشرين واللي فات حق الله تعدى، ومجاو ناظر وكنا سخرين جهلين ما تفرز هذا من دم، راني غير نبكي كي قل الدين اخوتي شاي سلك من الله غدا. يا ومرار الطعام اللي كان بنينا، مرار العسل في وسط الشهدة، ولد راه غضب الوالدين وابنت الهضم في وسط الكبدة. يا نحكي قصيتي للي مغبونين، هام لا لا دنيا لا دينا ما تقعدش لبداد المصيبة، يا ربي تسلى القرن العشرين وسلى ابن العرب راهو بشدة. تلقاه يبكي للوقت شيان صوت ما علم نقفيد المرة، واللي بيع يوزن بلا ميزان ومدخل الخيانة في التجارة، كذب الخيانة ويحلف الإيمان ناسي نهار يغدال المقبرة، راني ما أتهلا في اللي جيعان إبراهيم راه يعاود كيفاه سران. يبكي للوقت شيانا صوت ما هلم تقليد المرة، لبيع يوزن بلا ميزان دخل الخيانة في التجارة، والكذب الخيانة ويحلم الإيمان
ناسي نهاري وغدال المقبرة راني ما تهلا في اللي جيعان فاهم راهي عاود كيفاه صرا شنو قلوبنا وكلانا ثعبان ولا تلع عنا مثل الصحراء ظنيت ما ابقاش فينا ايمان قلب راه دود مثل التمرة يا والحق راه غيم روح ما بان وابغى شاعنا يضرب دوره